مشاهدينا، كان في أسباب كتير عديدة لنشوب الحرائق بمحافظة اللاذقية وغير المحافظات السورية، ولكن المناخ كان له دور كتير كبير بانتشار ربما هاي الحرائق. لحتى نعرف تفاصيل أكثر رح يكون معنا الدكتور رياض قرفلاح، أستاذ في علم المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة تشرين. بدنا نقول له يسعد صباحك، هو معنا عبر الاتصال عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباح النور لك لجميع المشاهدين. صباح النور. أول شيء خبرنا أنه كتير يعني في ناس عندها شغف تعرف أنه اليوم كيف صار الطقس، خصوصا أنه يمكن سمعنا أنه الرياح كانت يعني شرقية أصبحت غربية، فالتفاصيل عند حضرتك. نعم، الطقس تحسن، يعني الحرائق لما بلشت كان بآخر فترة من الموجة الحارة، يعني كان درجة الحرارة وصلت ل 35 بالمنطقة الساحلية. هلأ بلشت درجات الحرارة تتراجع، يعني اليوم عندنا صرنا ب 28 درجة. اتجاه الرياح طبعا بلش يتغير، يعني صار مو شرقي بحت، عم يكون احيانا شرقي ليلا، عم يصير غربي نهارا، واحيانا عم يكون متقلب من جهات اخرى، بس ما عاد الرياح شرقيه بالكامل مثل ما كان بالفتره السابقه. يعني اكيد صار في تغير، صار في تحسن بالحراره وتغير نسبي باتجاه الرياح. نعم تمام. هاي بالنسبه. نعم، ولكن دكتور يعني التفسير العلمي لنشوب الحرائق باليومين الماضيين، كان في تفسير علمي من حضرتك؟ أنا طبعا حكيت كثير بهالنقطة هاي بالموضوع الحرائق. موضوع الحرائق يعني دائما وأبدا هناك اتهامات أكثر للبشر من الطبيعة. من الطبيعة طبعا، يعني الطبيعة عموما دائما في عندنا مصطلح احنا بمجال الجغرافيا الطبيعي بنقول إنه الطبيعة لا تؤذي نفسها. الطبيعة لا تؤذي نفسها، يعني حتى إن أذت نفسها في عندها بيكون في رد فعل من جانب آخر، يكون رد فعل إيجابي. ولكن إذا بدنا نحن نحكي هالحجم الهائل من الخسائر بالهكتارات وبالأراضي الحراجية، هو أكيد ليس سببه طبيعي. يعني نحن إذا بدنا نحكي عن وقت الحرائق، وقت الحرائق صار في فترة الفجر والصباح، في فترة الساعة 2 وما بعد، 2 بالليل طبعا بعد منتصف الليل، يوم كان يوم صباح الجمعة، فجر الجمعة 10 الشهر. يعني كان بداية الموج، كانت آخر يوم بالموجة الحارة مع هبوب رياح شرقية. بس أوكي كان في نهاية موجة حارة، ولكن الموجة الحارة لا تكفي لوحدها. يعني بمعنى لما بتصير درجات، لما بتصير نحن بالليل درجات الحرارة رح تنخفض، الضغط المرتفع رح يزداد، اتجاه الرياح او عفوا سرعه الرياح راح تنخفض لانه في عندي ضغط مرتفع. يعني بمعنى كل الشروط المناخيه التي تؤدي الى حدوث الحرائق لا تنتشر ليلا. الضغط المرتفع ما بيعمل الرياح، الحراره المنخفضه، وخصوصا انه المناطق المحترقه هي عباره عن مناطق جبليه ومناطق هضبيه، يعني ارتفاعاتها بال 400 500 حتى 1000 متر. فاذا الليل سيكون ليل بارد، لذلك الظروف الطبيعية اللي هي عبارة عن احتكاك الأشجار، انعكاس أشعة الشمس عن طريق زجاج مرمي في الأراضي، أسباب صواعق، وهي الصواعق لا تحدث في الشتاء، يعني أسباب كثيرة طبيعية لا تتوفر لها الظروف، لم تتوفر لها الظروف في هذه الفترة. فهذا يؤدي إلى أنه نحن نستبعد تماما فرضية الظروف الطبيعية في حدوث هذه الحرائق، ونقول بأن هناك فعلا يد عابسة قد قامت بهذا الفعل الإجرامي خلينا نسميه يعني. فإذا نسبة الحوادث الطبيعية للحرائق لا تتجاوز 4% من أصل 100 حريق. يعني كل 100 حريق ممكن نتهم الطبيعة، قد يعني حد كمان قد 4% فقط. نعم. طيب دكتور، إذا بدنا نقارن الظروف المناخية وخلينا نقول الشيء صار من فترة تقريبا، الحرائق صارت من فترة والحرائق اللي صارت من يومين، هل هي نفس الظروف، تشابهت درجات الحرارة وسرعة الرياح؟ نعم نعم نعم، أكيد من الناحية المناخية تشابهت، من الناحية المناخية تشابهت. كان في عندي موجة حر وهلا صار عندي موجة حر. يعني موجة الحر ما حدا كان يحكي إنه والله موجة حر بتصير بتموز أو بآب، ما بتصير. لا، موجة الحر بتصير بأي شهر طبعا، حتى لو كانت أشهر باردة. مثلا ممكن يكون شهر بارد نقول والله استني شوب بكانون، بالنسبه للازم الشيء المفروض يكون بكانون، اذا كان بكانون 12 درجه فرض الحراره، والله اجى صار بكانون 17 درجه، اوه السنه كانون بارد حار. يعني المقصود بالحراره هي ارتفاع الحراره عن المعدلات. طبعا صارت بايلول موجه حر، وصارت بتشرين موجه حر، وصارت لما بتصير هالموجه الحر وتجي الرياح الشرقيه نفس الظروف صارت بالفترتين. اللي اختلف معنا بصراحه هو مكان الحرائق، يعني اول مره كانت بحما وبالغاب وربما حجم الكارثه كمان. نعم، حجم الكارثة، يعني كأن من أراد أن إن كان يعني إن افترضنا أن هناك يدا قامت بفعل ذلك، أراد أن يكمل ما لم يحترق، يعني أراد أن يكمل ما لم يحترق. يعني كانت مناطق البسيط، وادي قنديل، مناطق بطرطوس، مناطق كثير جميلة حتى وصلت للقدموس، يعني مناطق لم تحترق سابقا، يعني كأنه أرادوا أن يكمل عليها. لذلك الاختلاف، التشابه بالطقس، بظروف الطقس، هناك من ينتظر حدوث هذه الظروف الطقسية، والاختلاف من حيث المكان.
المكان، يعني المناطق التي لم تحترق طبعا اكيد احترقت خلص ما عاد يحرقوها مره ثانيه، فالمناطق الخضراء احترقت مره. فهي النقطه يعني معلش، هي النقطه بتخلي الانسان يحط اشاره استفهام امام سبب هذه الحرائق. ما فينا نحن نعزيها للطبيعه بالحاله اكيد يعني. طيب نعم. الناس ناطره يعني مطر او انخفاض بدرجات الحراره، هل من المتوقع انه في ربما انه ينزل مطر قريبا دكتور؟ نعم، بس للاسف مو بفتره الحرائق، يعني نحن منتظرين المطر بحوالي يمكن 10 ايام للاسف. يعني هلا ما في عندنا منخفضات، بالمنخفضات بسميها المنخفضات الجبهيه لسه بكير عليها، يعني بدها تجي باول تشرين الثاني. بس هلا ببلش في حالات اضطرابات بالطقس، يعني هلا بدنا نشوف اجواء غائمه، ممكن تنزل هيك كميه قليله جدا بالجبال ممكن، ولكن امطار بالمعنى الحقيقي للمطر هلا منتظرين بعد اسبوع او 8 ايام، يعني مثل الايام الاسبوع القادم انه يكون في مطر خفيف، يعني لحد 3 4 5 ملم. بس هالحكي هذا بيتغير، يعني لسه امبارح كانت الاحتمالات ضعيفه، اللي هلا كنت عم تابع النشره صار الاحتمالات اكبر، ممكن تزداد اكثر. بس اكيد باليومين القادمين يعني ما نبين طبعا علميا، يعني ننتظر دعاء المؤمنين يعني باعتبار صارت صلاه الاستسقاء امبارح. فيعني بس علميا على يعني ما في شيء امطار سريعه بصراحه، يعني امطار سريعه ما مبيني هلا، الا بجوز ممكن بخات صغيره على الجبال فتره الصباح ممكن بماكن متناثره، ولكن قبل اسبوع او 8 ايام لن ننتظر شيئا يعني بصراحه. تمام، شكرا كثير لحضرتك، يسعد اوقاتك دكتور، ان شاء الله يا رب يعني متواصل معك بظروف احسن من هيك ان شاء الله. ان شاء الله الخير لسوريا شيخ، الخير للبلد دائما، وان شاء الله يا رب ترجع سوريا. بس اذا بتسمحي لي بكلمه اخيره لو دقيقه واحده. اكيد تفضل. اهم شيء انا الشيء اللي احترق لازم يرجع، يعني بمعنى نحن كمؤسسات وكجهات رسميه وكجهات اهليه وكجهات يعني متطوعيه، الكل الناس لازم تتعاون، وكل شجره احترقت يجب ان تزرع مكانها شجره اخرى. يعني انا من كم يوم قريت دراسي انه حتى الاشجار القديمه مع مرور الوقت مع مرور الزمن بعد فتره طويله من وجودها بتقل نسبه الاكسجين اللي بتطلقه، يعني معناها يعني حتى يعني خلينا نعزي نفسنا، حتى الاشجار الصغيره الجديده اللي ممكن نحن نزرعها ممكن تعطي اكسجين اكثر، ممكن تعطي طقس افضل، لانه الغابه تعمل طقس جيد يعني. فلذلك يعني لازم بكل المحافظات بكل القرى بكل الاماكن يكون في حمله وطنيه كبيره من هلا لنهايه العام لا موسم عيد الشجره، خلينا نعتبر انه لازم الغابه ترجع وبسرعه، يعني معش الغابه سنه سنتين ثلاثه بشوفها رجعت مره ثانيه مثل ما كانت، بس ما بصير نتواكل ونقول حركه الغابه نقعد، لا، هون الغلط الاكبر، ممكن السنه الجاي مثل اليوم نشوف الغابه مره، اكيد مو بنفس الكثافه، بس رح ترجع مره ثانيه، ولكن هذا بهمه شعب سوريا. اكيد اكيد دكتور رياض، يعني ايد بايد بنطفيها وبنزرعها اكيد تماماً. بعد فتره. ان شاء الله تمام. شكرا كثير لحضرتك، يسعد صباحك. صباح الخير، شكرا، يعطيك العافيه. شكرا لك.